بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات التدريب على برامج التنقيم عن البيانات أو الداتا ماينينج. في حلقة سابقة تعرفنا على برنامج أورنج، ما هو البرنامج، على ماذا يحتوي، تعرفنا على الكائنات الموجودة في هذا البرنامج وأخذنا مثال بسيط. اليوم هنتعرف على الموقع الإلكتروني المصمم لهذا البرنامج أو الشركة المصممة لهذا البرنامج. أنا بطلع اليوم تعرف على أكثر معلومات عن هذا البرنامج وكيفية تحميل وتنصيب هذا البرنامج بسهولة. محرك البحث جوجل، اكتب أورنج داتا ماينينج. سابقا أنا بحث عنها، ظهر أمامي مجموعة نتائج بحث عن أورنج داتا ماينينج. طبعا شعار الشركة هو فروتبل آن فان، مثل هو أمام الهوم بيج، الصفحة الرئيسية بالموقع. بنشوف أنا داتا ماينينج فروتبل آن فان، هو برنامج أوبن سورس لتعليم الماكينات. يحتوي على مجموعة كبيرة من الأدوات تستخدم لتحليل البيانات. صورة سريعة، إذا أريد أن أحمل هذا البرنامج، مجرد أنه أنقر على Download Orange حتى تظهر أمامي هاي النافذة. طبعا أختار نظام التشغيل اللي موجود بحاسبتي أو الحب أعمل عليه، Windows أو Mac أو Linux، ثم أختار Download Orange. الإصدار المتاح الآن هو 3.11، ممكن تعمل على إصدارات سابقة، لكن هذه الإصدارات الأحدث دائما تكون بتقنية إضافية. نقطة إضافية أنه برنامج هذا لا يحتاج لا باسورد ولا كراك حتى يتنصب، لأنه هو برنامج مجاني. نرجع للصفحة الرئيسية حتى نتعرف على بقية خصائص هذا البرنامج. الواجهة الأمام رجعت، تعرفون كيف هي المشكلة الأزلية. لو نجي نشوف الخيار الثاني المتاح أمامي هو سكرين شوت، لقطات الشاشة. هاي لقطات الشاشة معطيني مجموعة أمثلة، مجموعة خيارات أقدر أستعملها كأساليب تدريب حتى أقدر أنفذ بعض الأمثلة وبعض المشاريع. لو نجي على سبيل المثال Data can contain reference to image، هنا قدام في مثال مطبقة هو انه عملية تصنيف لمجموعة من الصور. ايضا خطوات الخطوة الثانية والثالثة على شكل صور. هاي احدى طرق التدريب والتعليم في هذا البرنامج. طبعا خطوات اكثر راح نجينا بالتسلسل. مجموعة كبيرة تقريبا 30 مثال تعليمي وتدريبي مستخدم بهن أغلب الأدوات. داون قبل شوي تكلمنا كيف تحديد البرنامج واختيار نظام التشغيل. نجي المستندات اللي موجودة بهذا الموقع. طبعا هاي من أهم الاوبشنات او اهم النقاط اللي نشرحها خلال هاي الحلقه. ديوكيتيشن، ممكن نشوف جيتنج ستارتد انه بدكم الموقع، راح اقول لك شنو اللي موجود فيه. ممكن يدلك على التاريخ اللي مشت الشركه حتى توصل هذا الانتاج. يوتيوب توتوريالز، هي مقاطع فيديو صممتها الشركة تعليمية تدريبية لمستخدمي هذا البرنامج باللغة الإنجليزية، متاحة لأي شخص يقدر يشوفها. حوالي تقريبا 20 إلى 22 مقطع فيديو دائما ينزل في شيء جديد به. Load your data، إذا عندك فد بيانات أو عندك فد داتا سيت تحب ترفعها على الموقع مالتهم. الودت كتالوج، هذا شيء مهم لازم كل هو كتالوج. هذا الكتالوج
يحتوي على كل الكائنات وكل كائن على شنو عمل على شنو يستند فيما يشتغل التفاصيل كاملة عنه مع مثال. لو نجي على سبيل المثال نختار الهد سكتر بلوت أو نختار التريفيور. التريفيور هي أداة عرض بعد عمل decision tree، يعني بعد ما سويت decision tree سويت تصنيف على شكل شجرة للبيانات اللي عندي أو الداتا سيت اللي عندي أحتاج إلى عرض فيه. فهاي اللي هي تري فيور تظهر هاي الدرجات أو الاستيبات مالت التري. هاي هذا مثال نستخدم التري اللي سوى لي عملية الشجرة هذه، بعدين تري فيور اللي هو اللي يعرض لي الشجرة. طبعا الأشياء على كل الداتا نتعرف على الديفلوبمنت التطوير. ممكن انك تقترح تطوير الكائنات اذا مثلا تقترح كذا، ممكن تقترح خاصة الشركة او الشركة داتا مايننج لايبرري هي عبارة عن المكتبة مال الداتا مايننج، بيها توتوريالز بيها ريفرنس مصادر بيها اورنج 2.7 اللي هو اصدار اول اصدار جي 5 استخدمت الشركة بيه مستندات عنه. احنا مجرد انه جاي عند الليك الطريق بتمشي لي. البلوج هو موقع بيه اخبار ونشاطات الشركة المنفذة البرنامج، طبعا بيها في التفاصيل ممكن تكون جلسات عمل، قد تكون ندوات، قد تكون مؤتمرات عقدة الشركة. لازم نشوف الصور. تريننج هي انه المدرب او المستخدم هذا البرنامج راح يستخدم او يستفاد من الدورات اللي تقيمها الشركة. هذا حضور شرط متدرب الجلسة هذه أو قد تكون لا أونلاين إنه أنت بيت آخر دنت رسمتك أونلاين. هذه الصور أحد الصور من الدورات اللي موجودة. طبعا محتويات الدورة قدامكم، السعر ما 800 يورو ما يقارب 900 دولار. صورة سريعة تعرفنا على البرنامج والموقع الإلكتروني للبرنامج. أتمنى أنه الحلقة اللي فاتتكم شاهدت الحلقات القادمة مع برامج ومزايا أكثر في الداتا مايننج. تحياتي في الداتا مايننج.